بدأت الشرطة الإسرائيلية بتنفيذ مقررات الحكومة الإسرائيلية بوضع حواجز على مداخل الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية. الشرطة قالت إنها ستقوم بوضع نقاط تفتيش مختلفة على مخارج القرى والأحياء العربية في القدس الشرقية، وستنفذ حملة تفتيش دقيقة تطال الجميع، إجراءات دانها مسؤولون فلسطينيون ووصفوها بالعقاب الجماعي. وفي آخر التطورات، وتحديدا عند باب العمود عند المدخل الرئيسي للمسجد الأقصى في القدس، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية فتى فلسطيني، فقد أطلقت القوات الإسرائيلية 15 طلقة على الفتى بدعوى أنه حاول طعن جندي إسرائيلي. يعني ما هو حطوا الجدار وهنا لسه موجودين، وحطوا الحواجز ولساتنا موجودين، وحاولوا يفرقونا عن بعض، واحنا لسه نسيجنا واحد. ما فيش يعني شو نسوي؟ بدنا نعيش يعني. سكروا ما سكروا بدنا نعيش. انهم قاعدين بيضغطوا على العرب وبيضغطوا على اليهود مؤامره من قبل الحكام هدول التنين، نتنياهو وابو مازن، مضغوط عليهم من امريكا عشان يخلصوا الوضع، فبيضغطوا على الطرفين عشان يسووا تنازلات في القدس. مش الواحد حتى مش عارف شو بده يقول شو بده يحكي، ان قلبت الدنيا راس العقب بيوم وليله، يعني مش عارف الواحد شو بده يحكي. هلا شو صاروا يصووا؟ صاروا الشرطه صارت توقف كثير وتخالف الناس، هلا بدهم يطلعوا بدهم يعوضوا مصاري هون وهون، يلموا حق هالرصاص اللي بشمطونا اياه عشان ايش؟ عشان يبهدلوا الكل وخلص. يعني هذا مخسر لهم، بنعد هاي الانتفاضة مخسر لهم، ما بتقدر تسوي ولا شيء لما بقولوا لك ارجع. انت عارف اليوم الواحد بطخوه وماشي، خايفين من هذا الامل اللي احنا عندنا اياه، لانه احنا املنا باولادنا والله يحميهم يعني. بس هينا بنستمر يعني وبنواصل مقاومتنا يعني بكل الاشكال.